مدرب للتنمية البشرية والتحفيز الذاتي، رسم طريقه بالعلم والعمل الجاد. إنه وليد السقاف، وجه المدينة لهذه الحلقة. التنمية البشرية مصطلح عالمي وجد ليخلق حياة أفضل لرفاهية البشر. تمخض عنه مصطلح جديد، التحفيز الذاتي، وهو من جذب إليه وليد السقاف لأنها حد قوله تهتم بالإنسان كحالة مستقلة بشكل خاص. التنمية البشرية هي مصطلح يعتبر يستخدم على مستوى الدول، على مستوى العالم بشكل كبير جدا. ولا ما نقوم فيه، ما نقوم به هو ليس تنمية بشرية، إنما التنمية الذاتية. التنمية البشرية تقوم على مستوى الدول، بمستوى التعليم، مستوى الأمية، مستوى دخل الفرد، ما هي تقدمات الدولة، ما هي تطوراتها. بس ما نقوم به هو التنمية الذاتية. نحن نركز على الإنسان، على الفرد، كيف يطور من نفسه، كيف يطور من أدائه، كيف يكون شخص يعني تستفيد منه دولته ويستفيد منه مجتمعه بأكبر قدر ممكن من التطور الذي قد يحدثه من شخصه، من نفسه إلى من حوله. منذ العام 2006 رسم التحفيز الذاتي لوليد طريقاً نحو مستقبل أجمل يحمل الكثير من الطموح والفرص الواعدة. فمن طريق باتت نهايته الفشل، حملته التنمية البشرية إلى طريق النجاح. كانت الانطلاقة أن وليد السقاف الذي كان في 2006 غير وليد السقاف اللي الآن في 2017. ماذا لمست من تغيير؟ أن أنا الآن عرفت ماذا أريد، عرفت ماذا سوف أحقق. أصبحت نظرتي يعني عارف وليد السقاف، عارف ماذا يريد غدا، عارف ماذا يريد بعد 5 سنوات، عارف ماذا يريد بعد 50 سنة، عندما خلاص يكون في عنده التخطيط، الرؤية، الرسالة. هذه الأشياء كلها ما كانتش موجودة في عقلي إلا بعدما دخلت في التنمية الذاتية وقررت فيها أن أتغير. عرفت هذه الأشياء والذي ممكن أن أكون رقم صعب في هذه الحياة بسبب التنمية الذاتية وهذه الأشياء التي قرأتها وسألتها من ناس كثير. يرى وليد السقاف أن التحفيز الذاتي بإمكانه تغيير الناس من أشخاص خاملين إلى شخصيات فاعلة لها بصمتها في المجتمع، وهو دائماً ما يعمل على إعطاء الجميع الفرصة التي اكتشفها مع التحفيز الذاتي. التغيير كان نابع من قلبي، أريد شيء آخر، بس أقول خلاص فاتني القطار، ما فيش فائدة الآن، قد عدت سنتين من حياتي وأنا مبطل الدراسة وجلست أتخبط بالشوارع في عدة أماكن، بوافي، مصانع أشتغل فيه. فقررت أن أنا أقرأ وأطلع، والحمد لله مجرد ما بديت أطلع على التنمية الذاتية قرأت بعض القصص حق ناس كثير فاشلين ثم عادوا نجاحتهم من جديد، أثروا على أوطانهم، أثروا على مجتمعهم. فكانت لي تجربة حقيقية إن أنا أبدأ. نعم بدأت، رجعت كملت الدراسة في عدن وجيت مستوى جيد بمستوى التعليم، ووقعت رقم صعب في مدرستي ثم رقم جيد في الجامعة لأن أنا شغلت بالشغل والبزنس أكثر. دخلت على مستوى التنمية الذاتية من تدريب وتحفيز وسفر للخارج ورجوع، بحيث أن أطور نفسي أكبر قدر ممكن حتى أكون مؤثر على مجتمعي. من هذا المنطلق أنا يعني شفت الفائدة الذي أجت على وليد وما أفدته من أهلي ونفسي ومجتمعي، فحاولت أن أنشر هذا العلم أو أنشر هذه التنمية الذاتية على أكبر قدر من الشباب حتى أكون بالنسبة لهم قدوة وهم يكونوا قدوة لغيرهم. نصنع مجد لهذه الأمة. في عدن هناك الكثير ممن يسعون نحو التحفيز الذاتي بهدف بناء عقولهم وخلق فرص نجاح جديدة، ولكن المعاهد العلمية كثيراً ما تهمل هذا الجانب، مما ينعكس سلباً على المحتاجين فعلاً إلى التنمية الذاتية، وهو الوضع الذي يتمنى وليد السقاف أن يتحول نحو الاهتمام بشكل أكبر بالتنمية الذاتية والتحفيز الذاتي. تجربة التحفيز الذاتي في عدن آتت بثمارها كثيراً. هناك مئات من الشباب
من ما يهتمون بالتنمية الذاتية، يبحثون عنها. في هناك شباب كثير كانوا مثلاً في على الأركان، على الأسواق القاف، يترددون في الأسواق العامة، ليس لهم أي أهداف. بعد استقطاب بعض الشباب بعض من عدة معاهد بالترويج للتنمية الذاتية، نلاقي في هناك يعني فائدة كبيرة منهم. في منهم من رجع يدرس، يكمل دراسته الثانوية، في منهم من رجع يكمل الجامعة، في البعض ذهب إلى برا واشتغل، والبعض بدي يتجه اتجاه حقيقي أفضل مما كان من السابق، مما نرى أنه في هناك فائدة كبيرة من التنمية الذاتية على مستوى الشباب، وهي تعتبر ما نقوم به قليلا جدا بسبب عدة عوامل يعني لا تجعلنا نقدم الشيء المطلوب بأكامل قوته بسبب الظروف الحالية التي تمر بها البلد. لكن الحمد لله ما قدمناه من قليل لهذا الشباب أفادهم بالكثير، وإن شاء الله هم يقدمون على يبحثوا على أشياء أكثر وأكثر لتطوير أنفسهم وذاتهم. التنمية البشرية جعلت وليد السقاف يعرف ما يريد، فهي مجال يمنحك المقدرة لتفهم الآخرين وتفهم نفسك أكثر قبل كل شيء. طموحي في المستقبل أن أكون رقم صعب في الحياة، أن أحقق نجاح كبير يلتمسه وليد ويلتمسه من حولي إلى أبعد مدى. ما أنصح فيه الشباب هو أن اشتغل، انحت في الصخر، اعمل حاجة، لا تتوقف. الماء الراكد دائما يسبب تعفن، بس دائما الماء الذي يمشي الذي ينهر دائما يتجدد، دائما يتقدم، دائما يضع النحت حول الصخور. نحن نريد أن كل شباب يشار لهم بالبنان. والله هذا الرجل كان وكان وكان، والآن ما شاء الله أصبح نفع أمته ونفع نفسه. إنه وليد السقاف، شاب يحمل بين جوانبه أحلاماً لا حدود لها، وهو يسعى جاهداً لتحقيقها مع كل دقيقة تمر من حياته، مستعيناً بسلاح العلم والعمل.